عليك يا ماما. صراحة يعني وعشان كده انا هرفع الدرجة. بعد البريزيستك فات في الرينال فيشيا. وبعد الرينال فيشيا زي ما تعرفوا في البارا نفرك فات. هم أربعة لير مغطيين كل جسم. بارا نفرك فات لكن اللي جوه البري نفرك. الكبسول بتاعة الكدني it encloses the suprarenal gland. السوبرارينال جلاند in a special compartment. الفات ده هو اللي بيسبريت الكدني من السوبرارينال. مش الفات اللي هم حطوه هنا. هو ده الفات ده. اللي بيسبريت السوبرارينال من الكدني. ده بس عشان اخسره لكن هم شرحوا كويس الحمد لله شرحوا الفانكشن شرحوا كل حاجه. وشرحوا في الكروموسايتوما. الشيب والقصه الضايع والفاتك بريمي. تعتبر جانجي سيمباتيك الجانجي لانها هذه السوبرا رينال جلاند هي المجله بتاعتها اترسيف البري جانجيونيك فايبر. لسه ما حصلهاش ريلي في اي جانجي ري يعني لسه ما حصلهاش اي ريلي وتريلي انسايد المجله. عشان كده هذه المجله بتعتبر سيمباتيك جانجي. ده مهم جدا ان السوبرارينال في الايه السربرايز او السير. يعني انت قاعد كده دخل عليك عفريت فجاه
بنبص تلاقي السوبرين اجات منزله كورتيزون كاتيكولامينز عشان تعمل بالانس. السوبرين فيري فايتال فور لايف، فيري فيري فايتال فور اور لايف، تعتبر سيمباثيك جانجليا وترسبوند رابيدلي في الاستريس. واحد بينزل نزل نزل كامل، ابص تلاقي السوبرين شغاله، نزل ادرينالين، نزل السوبرين كورتيكوسترويد عشان ترفع البلد بريشر بتاعه، عشان تعوض اي ستريس، فير، انجري، واحد غضبان، فبص تلاقي ادرينالين زاد في الدم بتاعه، ويبقى مور اجريسيف عشان السوبرين. مهمة جدا في الاسترس. بس انتوا هنجيبوا اكتر من ده عشان في الاول السكور بتاعكم، لو لقيتوا ماء جديده هرفعكم اكتر من ده. معلش لا، ما انتوا ممكن تعوضوه بحركات زي دي لو لقيته حلو، معاك ضغط درجه، لقيته وحش هتلاقوا ضغط لانه بيستعمل الضغط. طيب هو فضل تسع انا هبدا فيها ايه؟ السبرين. احنا خدنا اخر مره ايه؟ خدنا البنكرياس وخدنا السيليا ترانك وخدنا السابتين، دول خلصوا خلاص. فاضل لنا بالظبط السبرين والسوبر هنا شرحناه. فاضل احنا خدنا التستس في الكوره اهم مفهوم. لا لا في السمستر هو اللي فاضل عندنا بالظبط السبرين والتستس. الاوفري هنخليه للايه؟ ونمرة 10 تارجت اللونج اكسس بتاعه، وهذا السبلين موجود ايه في الليفت هايبوكونديا وده لارج لينفويد تيشو. السبلين كانوت بي بالبيتد ات اول ان نورمال بيشنت. اف اي جاست بالبيت ذا سبلين سو ات از 3 تايمز اتس سايز 3 تايمز اتس سايز. شفت السبرين في اللي على الوسط؟ ايوه. عشان كده. عشان كده
لو بصيت للسكرين هلاقيه دي تو سيرفس، سيرفس اللي نايم على الدافرام وعلى الريبس، والسيرفس اللي قدامنا اللي هو كده اهو، في سيرفس ارتيرو سيرفس وفي بوستيرو سيرفس. البوستيرو سيرفس ده نزل الدافرام والريبس، فعشان كده انا السكرين ده دافراماتيك سيرفس. والفيسرال سيرفيس او الانتيريور سيرفيس بتاع السبلين. فيسرال يعني ايه للفيسرال؟ لو بصيت للفيسرال سيرفيس هبص الاقي ده الابر بوردر اوف ذا سبلين. الابر بوردر او بيسموه ذا انتيريور بوردر. يعني لو في الجراحه كاتبين الانتيريور بوردر. ليه؟ لان السبلين لما بيكبر هو كان كده ابر بوردر ولور بوردر، لما بيكبر بيتنافك العظم، فلما بيتحس ده الانتيريور بوردر اللي هو الابر بوردر، فعشان كده في الجراحه بيسموه انتيريور بوردر اوف السبلين. تمام، هذا الانتيريور بوردر اوف السبلين كاركترستيكلي ات از نوت شيف يوجوالي ذير از نوت شيف. مش usually always there is notch في الانتيريور بوردر. وزيك لما بحس السكرين واحس الانتيريور بوردر بحس النوتش، واحساس النوتش ده انديكيت ان السبرين ان السويلنج اللي في تحت الايد ده هو ده سبرين، ده سبرين. بص الاقي الابدون من تحت، وادي السبين لما بينزل بينزل في العمر. فلما بتيجي تحس الانتيريور بوردر بتاعه تحسيه تلاقي ده نوتش في العمر، وتحس النوتش انديكيت ان هذا السبين، ان هذا السبين ده سبين. طيب هبص الاقي الفيسرال سيرفيس ريليتد ليه في امبريشن ابوف، هبص الاقي الهايلر موجوده في الفيسرال سيرفيس، والهايلر مش وان اوبننج، لا ده مالتيبل اوبننج، حوالي 5 اوبننج تو 6 اوبننج، عشان السبرينك ارتري قبل ما بيوصل لها بيتفرع. فعشان كده بص الاقي الهايلر مالتيبل اوبننج، دي الهايلر اوف ذا سبرين. ابص ذا هايلر بص الاقي فيه امبريشن كبير واضح جدا، ده بيسموه جاستريك امبريشن، ده ريليتد للستمك. وبلو هذه الهايلاند اللي هي بلاقي في انذر امبريشن، ده الرينال امبريشن. هم دول اللي بيجوا في الامتحان العملي، لكن بقيه الامبريشن ان هو في التيرو ذا بنكرياس ممكن يجي في العمل، الليفت كوليك فليكشر او السبلينك فليكشر يمكن يجي في العمل. لكن اليوجوالي الجاستريك امبريشن لان بيبقى قوي 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 تمام، لدرجه ان محدش يقدر ايه يتفاهم فيه من بعيد تشوف فيه ده جاستريك امبريشن. والتاني اللي تحت الهايلم على طول يبقى رينا على طول، لكن مفيش لا بنكرياتيك امبريشن عشان التيروز البنكرياس، ولا كوليك امبريشن عشان الليفت كوليك فليكشر او الكول. ده بالنسبه للفيسرال سيرفيس بتاع هذا الاسبرين. تمام، انت اللي عملت مفيش درجة، مفيش درجة، مفيش درجة أبدا، مفيش واحدة بتدي المحاضرة بتاعتك. لا والله جميل جدا بصراحة، حاجة عظيمة، حاجة مشرفة. المهم إيه؟ قالوا بمنتهى القوة وصوت عالي وشرح ورسم، ورسم كبير واضح وصوت واضح.
ان ده فيرماتيك سيل. لو خدت مقطع فلسطين ابص الاقي فلسطين اهو. ده فيرماتيك سيرفيس اهو كونفكس. وادي الفيسرال سيرفيس اهو. الفيسرال سيرفيس من فوق الهايلاند بلاقي فيه الجاستريك امبريشن قوي. وتحت الهايلاند رينال امبريشن صغير. ده كات سيكشن في السكريت. مقطع فيه. ده الفيرماتيك سيرفيس وده الفيسرال سيرفيس. احنا قلنا الفيسرال سيرفيس فيه تو امبريشن كبار. واحد فوق الهايلاند اللي هو الجاستريك امبريشن والتاني ده هو الرينال امبريشن. هذا الدايفراماتيك ريتد الدايفرام. والدايفرام سيباريت السبلين من المث بلورا والكوستو والليف كوستو دايفراماتيك ريسيس. وبعدين الليفت لانج وبعدين الريبس نمرة 9 و10 و11. ده الدايفرامات السادس. ده الدايفرام نمرة 1. الدايفرام سيبريت سبلين من الليفت لانج والليفت بلورا والكوستو دايفراماتيك ريسيس. الليفت كوستو دايفراماتيك ريسيس وبعدين ريبس نمبر 9 و10 و11. ده الدايفراماتيك سيرفيس بتاع السبلين. ولذلك لو اي واحد عنده حس وعمل حس حتى لو العيان الجنرال كونديشن بتاعته كويسه. لان الرابشر بتاع السبلين اول ما بيحصل الحاسه ويحصل كراش للسبلين بص تلاقي البلاد بريشر بينزل وبعد كده بيرجع طبيعي نورمال. ويجي لك العيان بلاد بريشر حلو زي الفل كويس وخايف. لكن لازم تحطيه تحت اللحظه لازم. طالما في فراكشر ريت 9 او 10 او 11 لازم نحط تحت النقطه. لان فجاه هبص تلاقي البلد بريشر وطي على طول هيحصل نزيف تاني. ولذلك عندي الريبس اي فراكشر في 9 او 10 او 11 لازم اشوف سسبيك فراكشر سبليت. الفراكشر دوت ممكن يافكت الايه البلورا ممكن يافكت اللانج ممكن يفكت الدايفرام يعني يعور. وبعدين الاسبلين ممكن يعور دول كلهم في البيت. الاسبلينك ارتري اول ما بيتقطع بينزل وبعد كده بيحصل له كونتراكشن والاسبلين بيحصل له كونتراكشن فيقف من البيت. يجي العيان نورمال بلاد بريشر البلس بتاعه زي الفل حلو خايف ما سيبوش. لان فجاه ابص الاقي الكونتراكشن ده راح ونزيف رهيب جدا يؤدي الى موته. رابشر سبين ده حاجه سيريس مش سهله. فعشان كده اي عيان في فراكشر 9 او 10 او 11 او خد مش حتى مش فيه غير فراكشر خط روما في الليفت هايبوكونجيا ريتد ريتد
لازم نشوف فيه رابشر اسمه ايفن الجنرال كونديشن بتاعته اسمه. طيب يبقى ده الفيسرال سيرفيس وده الدايكروماتيك سيرفيس. معلش نكمل المره الجايه عشان ايه ما تكونش